السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. موضوعنا لهذا اليوم العددان 3 و4. بعد ما تعرفنا بالمحاضرة السابقة على العددان 1 و2، راح نلاحظ فيديو توضيحي يوضح لنا العدد 3 شلون ينكتب وشلون يلفظ. لاحظوا أعزائي التلاميذ، 1 2 3 4 5 3 1 2 3 3. شكرا لكم ومرحبا بكم في مسرح الأرقام. هل تعرفون من أنا؟ أنا صديق رقم 1 و2، أنا رقم 3. هل تروني؟ أقف مستقيما ولي 3 أسنان ينظرون لأعلى. والآن تعالوا معي لنكتب الرقم 3. أمسك قلمك، انظر إلي، ارسم خطا مستقيما، حرك القلم لأسفل. لي 3 أسنان من أعلى، هكذا. حاول مرة ثانية. أحسنت، جرب مرة ثالثة. ممتاز. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة قرون. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة عصافير. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة أقلام. ابحث معي عن الثلاثة، أين هم الثلاثة؟ لا لا، أجل، ثلاثة. أحسن، ثلاثة. لا لا، ممتاز، ثلاثة. أنا لست هنا ولست هنا ولكني هنا. ثلاثة، ثلاثة مصابيح. لاحظتوا أعزائي التلاميذ العدد 3 شلون ينكتب وشلون نتعرف على الأشياء ونوصل لها العدد 3. راح أرجع على الأعداد، أخذنا بالمحاضرات السابقة 1 2 3 اللي متكون من 3 أسنان، هذا سن، هذا سن، وهذا سن، ودائما الثلاثة اتجاهها يكون على الاثنان. العدد 3 هو أكبر من العدد 2 بواحد، بشيء واحد. العدد 3 أكبر من الاثنان بشيء واحد، عدد واحد. العدد 2 أكبر من الواحد بعدد واحد أيضا. أعزائي التلاميذ، ننتقل إلى العدد 4. أربعة، 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 أربعة. كم عدد الأفيال؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة. رائع. كم عدد الأحصنة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة. أحسنتم. كم عدد الغزال؟
واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة. ممتاز. أين هي الدائرة التي بها أربع كلاب؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة. رائع. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى الكتاب وموضوعنا الثلاثة والأربعة. أعزائي التلاميذ لاحظوا هذه الصورة، ولد، سيارات، وزلاجات، وحذاء. كم عدد أو أعدوا؟ ما معنى أعدوا؟ أعدوا يعني نحسب. أعدوا من تلك كلمة، أعدوا معناتها احسب. أعدوا السيارات، واحد اثنان، نقرأها اثنان ونكتبها. شلون نكتبها؟ تعلمنا عليها بالدرس السابق. اثنان. أعدوا الزلاجات، كم زلاجة؟ واحد اثنان ثلاثة. هذه الثلاثة أكبر من الاثنان بشيء واحد، بزلاجة واحدة. لاحظوا هذه الاثنان، الثلاثة أكبر منها بزلاجة واحدة. نقرأها ثلاثة ونكتبها ثلاثة. أعدوا الحذاء، كم حذاء؟ يا شاطر راح يقول لي هنا ريد، طالب ذكي. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة. نقرأها أربعة ونكتبها أربعة. الأربعة نفس الاثنين واثنين، اثنين واثنين هي أربعة. عدوا وأكتبوا العدد. رح نبدي نعد أعزائي التلاميذ. ملاحظة جدا مهمة، من نريد نعد معناتها أحسب. شلون أبدي أعد؟ بيدي قلم الرصاص وأعد شيء شيء، واحد واحد، واللي أعده أخلي عليه نقطة حتى ما أرجع أعده مرة ثانية. واحد واحد اثنان ثلاثة. إذن نكتب هنا ثلاثة. يلا كتبوا يا أعزائي التلاميذ ثلاثة. وأريد منكم تتدربون على العدد ثلاثة في دفتر خاص. ثانيا، واحد اثنان ثلاثة أربعة. لاحظتوا شلون عديت أعزائي التلاميذ؟ دائرة دائرة. إذا عديت أربعة، يا رقم راح أكتب، راح أكتب رقم أربعة. دربنا عليه وحفظنا الرقم أربعة شلون يكتب. اثنين واثنين. ثالثا، اكتب العدد. هو هنا كاتب لي ثلاثة، يعني شو اكتب بهاي المربعات الفارغة؟ اكيد نكتب عدد ثلاثة. باقي انتو تكملوا اعزائي التلاميذ. اربعة، يعني شو راح اكتب بالمربعات الفارغة؟ اكيد نكتب العدد اربعة. يصير هو منطيني اربعة واكتب ثلاثة؟ لا ما يصير. اربعة وتكملون الباقي اعزائي التلاميذ. كيف احدد العدد الذي يمثل مجموعة الاشياء؟ شو راح نحدده؟ اكيد نعده وراح نعرف نحدده. ايش قد عدينا؟ هو هذا الرقم نكتبه. ننتقل الى فقرة احله. اعد واكتب العدد، يعني ايش راح نسوي؟ راح نعد ونكتب العدد. شلون راح أعد أعزائي التلاميذ؟ لاحظوا، واحد أخلي نقطة، اثنان ثلاثة، أبوعلهم كلهم بيهم نقاط، يعني كلهم ثلاثة صاروا. نكتب العدد ثلاثة. ليش كتبت ثلاثة؟ ليش ما كتبت أربعة؟ لأنه هم عديتهم وطلع لي العدد ثلاثة. وتكملون باقي المربعات أعزائي التلاميذ. نعد الكرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة.
إيش كم كرة عندي؟ أربعة. يصير أكتب عدد ثلاثة؟ يصير أكتب ثلاثة؟ لا خطأ، ما يصير ثلاثة لأنه أنا عديتها أربعة. لازم نكتب العدد الصحيح. أربعة. كل المربعات نمليها، من بقي ولا مربع فارغ. خامسا، ألون بما يدل على العدد. شنو يعني ألون؟ يعني نكمش الألوان ونلون. بس يصير نلونهم كلهم؟ لا ما يصير، ما يصير ألونهن كلهن، فقط العدد. إيش قد عندي هنا عدد؟ ثلاثة. يعني إيش كم واحدة ألون؟ فقط ثلاثة. أول شيء خلينا عدهم، واحد اثنان ثلاثة. فقط ذول الثلاثة راح ألونهم أي لون تختاروه وتحبوه عادي لونوا به. أنا اخترت اللون البنفسجي. لونت ثلاثة ما يدل على العدد، يصير ألون أربعة؟ ما يصير. رابعا يعني أربعة، إيش قد راح ألون؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. يصير ألونهم كلهم؟ لا خطأ، ما يصير، فقط أربعة لأن هو منطيني العدد أربعة. راح ألونه باللون مغاير. يصير ألوان خمسة؟ لا. يصير ألوان ثلاثة؟ لا، لازم أربعة. أعدهم وأتأكد منهم وبعدين يلا ألون. سادساً، أحوط العدد المناسب. شنو يعني أحوط؟ أخذناها بالدرس السابق. ما معنى أحوط؟ أخذناها بالدرس السابق. معناته نضع دائرة يا أما كبيرة يا أما صغيرة. أحوط العدد المناسب يعني هنا منطيني اثنين كبابيس، اثنان، واحد اثنان. شلون عرفتهم اثنان؟ أعدهم يلا أعرف، ومن أعد أخلي نقطة. واحد اثنان، إيش كم كبوس؟ اثنان. هذه الاثنان لو هذه لو هذه، أكيد أول وحدة هي الاثنان، نحوطها. هنا إيش كم وحدة عندي؟ ما أعرف هيك أعد، لازم وحدة وحدة. واحد اثنان ثلاثة. إذن وين عدد الثلاثة؟ هذا بالوسط. راح أعد حتى أعرف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أين الأربعة بهذه الأعداد؟ هي اللي أحوطها. فقرة أفكر، أكتب الأعداد اثنان ثلاثة أربعة. نكتبها الاثنان ثلاثة أربعة وأرسم مربع يمثل العدد. يعني هنا لازم نرسم شنو؟ مربعات. يصير أرسم خمس مربعات؟ ما يصير. يصير أرسم ثلاثة؟ لا ما يصير. إيش كم مربع لازم نرسم؟ اثنان. أحسنتم. واحد اثنان ثلاثة. يصير أخلي خمس مربعات؟ يصير أخلي أعداد بكيفي؟ لا ما يصير، هو منطيني ثلاثة، لازم ثلاثة مربعات. وهنا إيش كم مربع؟ أربع مربعات. أعزائي التلاميذ، كتابة العددين ثلاثة وأربعة، عفوا هنا عندنا مربع، نكتب العددين ثلاثة والأربعة في الدفتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.